افتحوا لاخر لحظه ولا حاجه. احنا كان عندنا اجتماع امس استمرت خمس ست ساعات مع الهيئه العليا كلها، وبالاجماع تم الاختيار او الموافقه على ترشح السيد المهندس يوسف مهندس الرئاسه للجمهوريه، وبالفعل تقدم الاستشاري القانوني للحزب النهارده. وهو ان شاء الله في خلال يعني دقائق معدوده تم الاعلان عن ترشحه رسميا لاستلام المهندس يوسف مصطفى موسى. استوفى جميع الاوراق. طيب الحمله كانت شغاله بقى لها قد ايه لجمع التوكيلات او للتنسيق مع اعضاء مجلس الشعب؟ الحمله شغاله من اكثر من اربع شهور، والقصه كلها دلوقتي اللي احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا في بلد ديمقراطيه زي ما نشأت السبب بتاع السيسي وقال بلد ديمقراطيه. فبنحس المهندس موسى مصطفى موسى الوطني ماشي وجد في هذه الفتره ان هو لابد من ترشحه لرئاسه الجمهوريه. طبعا حزب الغط دي ظهير شعبي جامد جدا، لان المهندس موسى مصطفى موسى رئيس المجلس الوطني للطلبه العربيه والمصريه، وحزب الغط منتشر على مستوى الجمهوريه والمحافظات بتاعته شغاله بقالها فتره طويله. طب سؤال وسامحني بالسؤال، يعني هل لماذا تقدم حزب الغد بمرشح؟ هل المنافسه الحقيقيه على الانتخابات ام لاستكمال المظهر الديمقراطي؟ اكيد طبعا بالمنافسه الحقيقيه، اللي يعرف المهندس موسى مصطفى موسى ما يقولش ان ممكن يكون المهندس موسى مصطفى موسى حط نفسه في الكاتب بتاع ان هو نازل دكتور او يعني زي ما الناس بتتكلم. لا، المهندس موسى مصطفى موسى نازل، واعضاء حزب الشعب حزب الغد كلهم قدامه، والقبائل العربيه كلها معاه، وان شاء الله تكون منافسه شريفه ومنافسه جميله بغض النظر عن حبنا للاستاذ الرئيس. شكرا يا فندم.